شو بدك تقلي؟ بالحقيقة يا جدان أنا كان بدي قلك إنه أجاست يا ابني كان بده يقلك إنه أنتوا الاثنين بكل صراحة لازم تنسوا كل اللي صار معكن وتبدوا من جديد، ما هيك؟ أي صحيح. وأنا كمان بدي قلك نفس الشيء، مشان هيك قررت أشتغل على هذا الزواج. أنا رح كون زوجة مطيعة إلك بوعدك، ورح كون كنة منيحة كمان. الناس بيعتبروني إني بنت مو ناجحة أبداً، بس أنا رح أثبت نفسي للكل. أنا هلأ مقتنعة إنه هذا القرار اللي أخذتيه هاي المرة هو القرار الصحيح. أنت فيكي تعملي كل شي جودان، وأنا رح أكون معي. ابني شو رأيك تنزل معي لتحت؟ بدنا نشرف على التحضيرات للمناسبة. يلا ماما. خلي جودان تجهز حالها. ماشي. حابة اطلع بأحلى طلة بالمراسم اليوم، بس كيف؟ أهلا وسهلا، تفضلوا. مرحبا. أهلا وسهلا. عفوا ست بوشبة، وين العروس اللي جايين نتعرف عليها؟ مو موجودة؟ بس دقيقة وبتنزل. شوفوا ليك اجت، وصلت اللي ناطرينه. جدانة بتطلع كتير حلوة وقت انتي تفردي شعرك هيك. مو معقول قديش طالعة بتشبه امها. ليك اجت. هي أول مناسبة بعد الزواج وما في حدا من عيلتي موجود، حاسة بشعور غريب. يلا رح نبلش المراسم والتعارف. يلا تفضلوا تفضلوا كلكن، صار فيكن تجوا وتباركوا لزوجة أجاستيا عروستنا الحلوة جدان. ألف مبروك، تفضلي.